الجيش يسقط طائرة حربية تابعة لقوات حفتر بالزاوية عقب تنفيذ غارات جوية بالعاصمة طرابلس. بشاغة يقول إن مصادر دولية أكدت تنفيذ الطيران الحربي الإماراتي غارات على مطارين عتيقة ومصراتة. الأفريكوم يرجح أن دفاعات روسية مساندة لقوات حفتر وراء سقوط طائرته المسيرة في سماء ليبيا. من طرابلس أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بانوراما. أكد القائد الميداني محمد النجار لبانوراما إسقاط الجيش طائرة حربية تابعة لقوات حفتر أثناء محاولتها الإغارة على تمركزات عملية بركان الغضب بمحور اليرموك. النجار أضاف أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ سام 7، هذا وأسقط الجيش عديد الطائرات المسيرة منها إماراتية مسيرة مساندة لقوات حفتر. أفاد الناطق باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد الملك المدني أن الجيش يشن هجوما على عناصر حفتر بمحوري الخلطات واليرموك. من جهته أكد آمر غرفة عمليات عنزارة صد الجيش والقوى المساندة له هجوما لقوات حفتر على المحور دون أي تقدم يذكر. وكان الجيش قد تمكن الجمعة من صد هجوم عناصر حفتر بمحوري اليرموك والخلطات إضافة لمحور السويحلي. كما أكد مصدر عسكري في وقت سابق مقتل 3 عناصر وجرح آخرين في صفوف قوات حفتر بمحور الكحيلي. وحول آخر التطورات الميدانية والعسكرية ينضم إلينا عبر الهاتف السيد فيصل الدراهمي من غرفة عمليات عنزارة. بداية سيد فيصل أهلا بك معنا. السلام عليكم، تحية طيبة لك أختي الكريمة وجميع قنوات بانوراما. بداية سيد فيصل أود أن تطلعنا عن آخر المستجدات بمحاور القتال جنوب العاصمة. الحمد لله رب العالمين، قواتنا من الساعات الأولى اليوم هي اللي شنت الهجوم، بالأمس تضينا هجوم لكن قواتنا اليوم هي اللي شنت الهجوم بمحور السويحلي ومحور الخلطات وكذلك محور خل اليرموك. قواتنا بدأت بالمدفعية من الساعات الأولى استهدفت أكثر من تمركز بالعدو، ما مجبر العدو عن ترك اليات من دبابه ومن 23 وبعض المركبات للعدو. فروا العدو، تركت الياته ورجع الى الخلف. قواتنا ما زالت لهذه اللحظه تتعامل مع عدو متوغله في محور اليرموك ومحور الخلطات. نزيد على ذلك قبل لحظات، يمكن قبل نص ساعه بالتاكيد، تمكن ابطالنا في محور اليرموك بالتحديد باستهداف الطائرة الحربية بصاروخ سام. طيب الحمد لله. سيد فيصل، كيف تم إسقاط الطائرة بمحور اليرموك؟ كان الهدف مباشر من عن طريق الأبطال بصاروخ سام 7، الهدف كان مباشر وباغت لهذه الطائرة الحربية، تم إسقاطها وتم التأكيد قبل لحظات، يعني منظور العين كنا نشاهد هذه الطائرة في إسقاطها في محور صلاح الدين بالتحديد. طيب هل تم إلقاء القبض على الطيارين؟ حسب المعلومات اللي وردتنا جاري التأكيد، لكن شبه المعلومات مؤكد أن تم القبض على هذا الطيارين، لكن لهذه اللحظة لم يتم التأكيد. قبل لحظات وقفتنا إشارة أن تم القبض عليهم لكن جاري التأكيد. طيب هل هناك غارات جوية أخرى من قبل الطيران المسير التابع لحفتر على تمركزات الجيش؟ الطيران المسير لن نشاهده هذه اليوم في سماع عنزارة، لكن شاهدنا الطائرات الحربية من الساعات الأولى حاول أن يستهدف أكثر من مرة تمركزاتنا، لكن الحمد لله الأبطال كانوا جاهزين وكانوا في عين المكان، استهدفوا هذه الطائرة وتم إسقاطها بفضل الله ثم الرجال. طيب أيضا تم التأكيد على إلقاء القبض عن الطيار الذي أسقطت طائرته في مدينة الزاوية، ما هي معلوماتكم بالخصوص؟ حسب الإشارة اللي أتتنا من مدينة الزاوية بيقولوا تم التأكيد قبل لحظات، أكدوا أن تم القبض على الطيارين في الزاوية، لكن الإشارة لم يتم تأكيدها بالتأكيد، لكن نحاول بعد لحظات نوفوكم بهذه المعلومة وأنتم تأكدوا
الخبر أن يكون صحيح جدا إن شاء الله. طيب السيد فيصل الدراهمي آمر غرفة عمليات عين زارة، شكرا لك. رهن إشارة الوطن منذ اليوم الأول، هبوا يدافعون عن أرضهم ويحافظون على مكتسبات ثورتهم، لا للباغي بدمائهم قالوا، فمدنية الدولة والعاصمة خط دونه أرواحهم، هؤلاء هم أبناء طرابلس من صد العدوان وأربك الباغي وعلى أسوارها أفنوه. نتابع. وإن حدثوك عن الوفاء والفداء فأخبرهم عن أرواح وهبت وتضحيات كتبت سطرها جنود أم المداين البواسل، فلا كلوا ولا ملوا وبمداد دمائهم كتبوا عزها ومجدها، وعلى أسوارها أفنوا الباغي وغزوه صدوا. 8 أشهر تاريخ كتبه أبناء المحروسة طرابلس، نادت فلبوا نداءها وأبرموا عقدهم معها، أن سلمت وأرواحنا دونك رخيصة، فكوني حرة تكوني لنا كنزا. لم يترددوا لحظة واحدة في تلبية نداء الوطن. مقبلين غير مدبرين وبكل عزم وحزم أقبلوا، لا أوسمة ولا نوطات ولا أثمان بخسة اشترطوا مقابل الذود عن حياضها، فباتوا الليل على ثخومها حراسة، وتحت لهيب الشمس أمضوا نهارهم، أربكوا البغاة وشردوهم ومن خلفهم، وبالمدفعية أثخنوا فيهم قتلى. ولما استحر الموت بين عصابات الإنقلابيين استغاثوا بالأجنبي المدد، فحضرت بالمال الفاسد عصابات من جنسيات مختلفة لقتل الليبيين، مرتزقة الفاغنر الروسية والجنجويد السودانية، ودك الطيران المصري والإماراتي البيوت على رؤوس النساء والأطفال، وفر من أرض المعركة المجند الفرنسي، ولم تسعف نيران جنود البركان ليسحب عدته وسلاحه لتكون للتاريخ شاهدة أنه بمال الليبيين يقتل حفتر الليبيين وبيد مقاتلين أجانب من جنسيات وملل تعددت. وعلى جماجم وأشلاء النساء والأطفال يواصل الحرب سعياً إلى السلطة. نفى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد السيالة لبانوراما صحة ما يتم تداوله في إعلام قوات حفتر عن خشية سقوط طرابلس، وإنه كلام محرف. هذا وقال السيالة في كلمة له في حوار المتوسط بروما إنه لا يمكن لطرابلس أن تستسلم بفضل الجيش الذي يدافع فيها عن حياة أكثر من 3 مليون إنسان، لافتا إلى أن هناك تصعيد روسي يتمثل في دعم مسلح حفتر بالطيران المسير. وأضاف أن فرنسا تشعر بالغيرة لعدم كون ليبيا جزء من مناطق الفرنكفونية في شمال إفريقيا، مشيرا إنه لم يعد يمكن أن تخفي تدخلها في ليبيا بعد سقوط طائرة حربية لها في بنغازي سابقا. قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي بشاغة إن مصادر دولية أكدت تنفيذ الطيران الحربي الإماراتي ضربات على الأراضي الليبية في مصراتة والكلية الجوية ومعتيقة. وبين بشاغة في تصريحات صحفية أن الطيران الحربي الإماراتي يتدخل كلما اشتدت جبهات القتال على مسلح حفتر، لافتا إلى أن حكومة الوفاق تركت المجال للدول الداعمة لحفتر كي تتراجع عن موقفها. وفي سياق آخر أكد أن حفتر وقواته الروسية الفاغنر لن يدخل العاصمة، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم مع تركيا ستقوي حكومة الوفاق وستعزز قدراتها في صد العدوان. قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسوند السبت أن الجيش الأمريكي يعتقد أن دفاعات جوية يشغلها مقاتلون روسيون استعان بهم خليفة حفتر هي من أسقطت الطائرة المسيرة التابعة لهم بسماء ليبيا في 21 نوفمبر المنصرم. وطالب قائد الأفريكوم في تصريح لرويترز بإعادة حطام الطائرة، مضيفا أن الروس مشغلي تلك الدفاعات الجوية التي أسقطت الطائرة في نوفمبر الماضي لم يكونوا على علم بأنها طائرة أمريكية.
أعربت لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا خلال مناقشتها تقرير فريق الخبراء النهائي عن قلقها إزاء الانتهاكات المبلغ عنها بحق المدنيين والتي تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي في ظل عدم تنفيذ حظر الأسلحة. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الأمن الجمعة أن تقرير فريق الخبراء سيقدم للمجلس في موعد لا يتجاوز 15 من ديسمبر الحالي، لافتا إلى أن التقرير يعطي ملفات عدة متعلقة انتهاكات حظر الأسلحة وتحديات تنفيذه ووحدة المؤسسات المالية والنفطية الليبية وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الصادرات غير المشروعة من النفط. أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي دعمه للحل السياسي في ليبيا مشددا على أنه لا حل عسكري للأزمة. جاء ذلك خلال مباحثات أجرها مع وزير الخارجية محمد السيالة على هامش مؤتمر أمن المتوسط المنعقد في روما، حيث أعرب عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وتشاد. من جانبه أطلع السيالة الرئيس التشادي خلال المباحثات التي تناولت الوضع الراهن في ليبيا على آخر التطورات السياسية والعدوان على العاصمة طرابلس. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا وليبيا تعملان على بناء خط بحري بين البلدين، مشيرا إلى أن أنقرة ستقدم مذكرة التفاهم حول الترسيم البحري إلى الأمم المتحدة. وشدد أردوغان خلال اجتماع عقده حزب العدالة والتنمية في اسطنبول على أن تركيا ستستخدم حقوقها التابعة من القانون الدولي في البحر المتوسط، لافتا إلى أن أعمال التنقيب عبر السفن ستستمر وفق تعبير. وأضاف الرئيس التركي أن الاتفاق أفشل الخطط في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل موقفها الحازم في ليبيا. وفي خبر عاجل، تحصلت قناة بانوراما على صور لحطام الطائرة التي تم إسقاطها بمدينة الزاوية والقبض على الطيار. نشرت الجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر السبت مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الأمني والاقتصادي بين ليبيا وتركيا لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. ووفقا للمذكرة، فقد قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل وممارسة كافة حقوق السيادة والصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ في عين الاعتبار بكافة الظروف ذات الصلة. يشار إلى أن الجريدة الرسمية هي صحيفة تصدرها الحكومة وتحوي القوانين والقرارات، ويعتبر القانون نافذا فور إعلانه بها. النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. مركز مكافحة الأمراض يستلم شحنة مساعدات من منظمة الصحة العالمية لدعم خدمات الرعاية الصحية.
أهلا بكم من جديد. أعلنت الشركة العامة للكهرباء انفصال محول تغذية محطة المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي بطريق المطار نتيجة للاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس. وأوضحت الشركة أن الاشتباكات تسببت في انقطاع التيار عن أحياء سكنية بمناطق الأحياء البرية ومشروع الهضبة بسبب تضرر خطوط النقل، في حين لم تستطع فرق الصيانة الدخول لإجراء أعمال الصيانة بسبب عدم توفر ممرات آمنة، مشيرة إلى أنها أعادت التغذية الكهربائية للأحمال المفقودة عن طريق خطوط أخرى. مع تواصل المعارك جنوب العاصمة طرابلس تتواصل الأضرار الناجمة عنها، مضيفة هما جديدا يضاف إلى هموم المواطنين. نتابع. أدت الاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس إلى إصابة عدد من محولات الكهرباء، الأمر الذي تسبب في فقد التغذية لخطوط 11 كيلو فولت وانقطاع التيار الكهربائي عن خطوط عدة بجنوب طرابلس، منها خط البلدية والأحياء البرية والمشروع واحد، إضافة إلى الإنارة العامة. الاشتباكات الدائرة في المنطقة منعت فرق الصيانة من الدخول بسبب الأوضاع الأمنية، مما اضطر إدارة الجهد المتوسط بالتنسيق مع مكتب التشغيل الرئيس للقيام بإعادة التغذية الكهربائية للأحمال المفقودة عن طريق مصادر بديلة عبر خطوط 11 كيلو فولت من محطات التقنية وتفريخ الدواجن وأبو سليم. هذا وقد أدت العمليات العسكرية إلى تدني الخدمات بعديد القطاعات، مما انعكس سلبا على الحياة اليومية وجعل العديد من المشاكل تطفو على السطح، كتكدس القمامة ببعض المناطق وتذبذب إمدادات المياه والطاقة من حين لآخر. أرسلت منظمة الصحة العالمية شحنة عاجلة من المساعدات الطبية إلى مركز مكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. وأوضحت المنظمة في ليبيا إن المساعدات شملت مصلا مضادا للسعات العقارب وأدوية علاج العوز المناعي البشري واللشمانيا والسل، إضافة إلى المضادات الحيوية. تأتي هذه الشحنة لدعم خدمات الرعاية الصحية بالبلاد. أقيمت الاحتفالية التي تم فيها تكريم الرعيل الأول من المختصين في مجال العلاج الطبيعي من قبل مركز التخصصات الطبية بوزارة الصحة، حيث وزعت الشهائد والجوائز التحفيزية تكريما لهم وعرفانا لعطائهم المتواصل طيلة السنين الماضية. التقرير والتفاصيل. من أجل إعطاء خطوة للدفع إلى الأمام وتقديم ما هو أفضل في مجالات الخدمات الصحية، أحيا مجلس التخصصات الطبية احتفالية تم فيها تكريم الرعيل الأول من الأطباء المختصين في العلاج الطبيعي وتقديم الجوائز التحفيزية لهم. الحمد لله، ربي أجعل هذا البلد آمن وارزق أهلي، مهما يحدث فتظل بذرة الخير وبذرة الوفاء في هذا المجتمع، وهذا من ميزات المجتمع الليبي. رغم المشاكل، رغم الألم، رغم الأهات، تبقى هناك بذرة أمل وتبقى الأخوة في هذا المجتمع الطيب إن شاء الله. حقيقة أفحمتمونا وجزاكم الله خير عنا والله. وسط حضور نخبة من الفنانين والأدباء والكتاب تم هذا التكريم لأكثر من 17 مختصا في المجال، وبرعاية من شركات خاصة أسهمت في تقديم الشهائد الرمزية، والمجلس البلدي أبو سليم كان راعيا لها. بلدية أبو سليم من خلال الطرح من رئيس المجلس وأعضاء المجلس ستكون ساندة ورافدة لهم في تطوير المنظومة القانونية واللائحية، بالتنسيق طبعا مع الجهات المختصة سواء مجلس النواب أو المجلس الرئاسي وكذلك وزارة الصحة. لفتة معنوية رأها الحاضرون للاحتفالية ترمز إلى أن هناك جهات مختصة ما تزال تتذكر أيادي العطاء التي عاصرت المجال لحقبة من السنين دون ما كلل أو ملل. وسام الزواغي لقناة ليبيا بانوراما طرابلس. نظم منتسبو الهلال الأحمر وطلاب عدد من المدارس بمدينة درج حملة استهدفت تنظيف الشوارع والأزقة احتفاء بالذكرى السنوية لليوم العالمي للتطوع وترسيخا لثقافة العمل التطوعي. التفاصيل في سياق التقرير. تحت شعار بادر من أجل الوطن، قام شبيبة الهلال الأحمر فرع درج بأحياء اليوم العالمي للتطوع، حيث تضمنت فعاليات الاحتفال به
حملة نظافة بالتعاون مع طلاب المدارس. الحملة استمرت مدة ساعتين لتشمل تنظيف بعض الشوارع الرئيسة بالمدينة حفاظا على المظهر العام بلمسة متواضعة تعبر عن تضافر الجهود الرامية لتربية المجتمع على روح التطوع. ولله الحمد كان يوم حافل بتنظيف شوارع وأزقة من الثلج، وكان كل من فرق 4 فرق في كل فرقة تحمل مجموعة من الشبيبة لتنظيف تنظيف البلاد. الحمد لله كان أكثر من 300 متطوع أو 300 منتسب للهلال في مشاركة هذه الحملة، وكانت حملة في منتهى الروعة. على هامش العمل التطوعي أقيم حفل تم فيه افتتاح المقر الجديد للفرع، تخلله عرض مرئي للحملات التطوعية التي قام بها شبيبة الهلال الأحمر. الحفل تخلله استعراض بالميدان العام بالمدينة تم فيه تشكيل شعار الهلال بواسطة منتسبي الهلال والطلبة المشاركين بالحملة، تعبيرا منهم عن أهمية إحياء هذا اليوم ودور الهلال الأحمر في خدمة المجتمع. كما كان لجهاز الإسعاف السريع ومركز شرطة الدرج وجهاز شؤون المراكز الدور الفعال في إنجاح الحملة، ويسعى القائمون عليه لتكريس عمل التطوع بين شرائح المجتمع من أجل الرقي بالمدينة. عقد عميد مجلس نالوت البلدي اجتماعا بشان استحداث مكتب لجهاز المدن التاريخية بالبلدية وحصر المباني الأثرية والاهتمام بها. إنشاء مكتب لجهاز المدن التاريخية يهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي بالمنطقة في ظل الإهمال الذي تعانيه المباني الأثرية. كما حضر الاجتماع الذي عقد الخميس بمقر المجلس عدد من الإدارات المعنية، حيث قاموا بزيارة ميدانية إلى المدينة القديمة والأماكن السياحية للاطلاع عليها. احنا عندنا هدف حنبدو به ان شاء الله حاليا، اللي هو عملية حصر المباني التاريخية بالمدينة وتعبئة لها استمارات وترقيمها ووضع لها حتى شواهد وارقام تبين انها محمية بالقانون رقم 3 سنة 1995، وهذه تكون بداية واللي هي مفروض يعني ننطلق منها في اقرب وقت. نهاية النشر، تذكير بابرز عناوينها. الجيش يسقط طائرة حربية تابعة لقوات حفتر بالزاوية عقب تنفيذ غارات جوية بالعاصمة طرابلس. بشاغة يقول إن مصادر دولية أكدت تنفيذ الطيران الحربي الإماراتي غارات على مطاري معتيقة ومصراتة. الأفريكوم يرجح أن دفاعات روسية مساندة لقوات حفتر وراء سقوط طائرته المسيرة في سماء ليبيا. نهاية النشرة، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.